توحة، أنا ما أخدتش حاجة، ما أخدتش فلوسك يا توحة. أنا عارفة يا رش، عارفة إنك مالكيش دعوة. والله العظيم ما أخدت فلوسك، والله العظيم ما أخدتهم. ما تبقيش حمارة بقى، أنا عارفة إنك مالكيش دعوة. طب والنبي يا توحة، والنبي ما تبلغيش البوليس عشان يجوا ياخدوا ماما وبابا، مش عارف أتصرف من غيرهم، والله ما أعرف، إخواتي صغيرين مش عارف. ما تخافيش يا رشا، انا مش هعمل كده عشان خاطرك انت بس. طب انت هتروحي فين دلوقتي؟ بلاد الله واسع. طب هو انت لازم تمشي؟ ايوه، لو ما مشيتش يا اما هقتل ابوك يا اما ابوكي هيقتلني، وفي الحالتين البوليس هيجيلنا. طب مين هيقعد معايا يتكلم معايا ويحكي لي حواديت؟ خلاص بقى، ما قلتيش صغيره يا رشا. طب خلاص، انا مش عايزه حواديت، انا عايزاك انت. أنا هطل عليكي كل شوية في المدرسة. أنا بحبك أوي يا توحة، بحبك أوي. يا ابن الكلب، يا ابن الكلب، يا ابن الكلب، ضيعتوني يا ولاد الكلب. كل عمل ايه يا توحة اكتر من اللي بنعمله؟ ايه؟ انت بتقول ايه؟ اللي سمعتيه. انا مش قادر اساعدك، ده انا حبيبتك وهبقى مرتك. مرت مين يا بنت؟ هل انت مفكرة اني هتجوزك؟ عايزاني اتجوز واحدة سلمت نفسها ليا؟ سلمت نفسي لما عشقتك ولما وعدتني بالجواز. انا ما وعدتكيش بحاجة، وروح ارمي بلاكي على حد غيرني، ما ناقصينش مصايب. ليه يا حسن؟ ليه؟ ده انا عامله نفسي مدايس تحت رجليك ليه؟ جينا للكلام اللي ما هياكلش عيش عاد. بقول لك ايه؟ كلام كتير مع يسي. كلام كتير؟ ده انا لسه هقول لابويا وخليه يقتلكم. وهتقولوا لي هي حلوه؟ هتقولوا لي انك سلمتي نفسك لما عشقتي؟ ده مش بعيد يقتلك فيها. ربنا ينتقم منك، ربنا ينتقم منكم يا ظلمه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. يا فضحتي يا فضحتي يا فضحتي، حرام عليك يا حسن. ربنا ينتقم منكم يا ظلمه، ربنا ينتقم منك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. يا فضحتي يا فضحتي يا فضحتي، اعمل ايه اعمل ايه؟ حرام عليك يا حسن، ضيعتني ضيعتني. يا ولاد النصابي، طب والعمل؟ معرفش، ما انا عشان كده جيت لك. خدي امسكي يا بنت، خدي. لا 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 خدي. لا يا اخوخه، اوعي معايا فلوس ابو القوامر، السمسار ما اتسرقتش. طب بقول لك ايه، بنت وزجاجه دلوقتي، هي بنت ناصحه وهتقولي لنا نعمل ايه. المهم ما تخافيش، يعني احنا جنبك. انا مش خايفه يا خوخ، انا هطجم الغاز هموت. انت تعرفي الفلوس دي انا تعبت وشقيت فيها قد ايه عشان تتسرق مني كده؟ ولا يهمك، بدل راس المال موجود. يا بنت راس مال ايه اللي موجود؟ بقول لك اتسرقت. انت مش قلت ان الحلاوه والجمال راس مال؟ انت زي القمر كده، انت عندك راس مال كله. يخيبك، تمر فيكي العالم. امال ايه يا قبلتي؟ علامك برضه. والنبي يا بنتي يا خوخه، انت زي القمر. هاتي بوسه يا بنت، انت اللي مهونه عليا الدنيا. معلش يا اختي، معلش، عوضك على الله. منهم لله الحراميه. Thank you.
يعني يضربوكي ويطردوكي بعد كل اللي انت عملتيه معاهم؟ انا مش مصدقه ان في ناس بالشكل ده. انا لو منك اطلع على الجسم على طول. اسم ايه اللي اطلع عليه؟ اقول لهم الناس اللي انا عايشه عندهم ضربوني وسرقوني؟ طب افرضي بقى قلبوا الايه عليا وقالوا لي لا ده انت اللي سرقانه. ده هما فكانوا هيعملوا كده. وبعدين انت يا دوبك ما كملتيش شهر الخدمه في البيوت، هيسالوكي بقى جبتي الفلوس دي منين؟ ما هو ده اللي انا مفكره فيه. انا بس مش قاطع بيا غير ان انا مش هشوف البت رشا. انسيها بقى. مش قادره. مش قادره يا خوخه، البت دي واكله حته من قلبي. يوه فكري يا اختي في نفسك، هتعملي ايه دلوقتي وهتباتي فين؟ انا عارفه، ما انا عشان كده جايه لكم. وانت مالكيش قرايب خالص؟ هو انا لو ليا قرايب كنت قعدت عند الناس الزباله دي؟ والله لو كان ينفع يا توحه كنت قلت لك تعالي باتي معايا في بيت ابويا وامي، بس دي طايقانه بالعافيه انا والواد. لا يا وزه كتر خيرك، انا عارفه ظروفك. وانا كمان خالتي جرشه ملحتي الاسبوع ده، ولو علي انا اشيلك واحطك فوق راسي واشيلك في فرشتي. بس يا اخو خلاص ماشي. انا عارفه ظروفك يا اختي انت كمان. طب بقول لك يا بنتي يا توحه، ما تأجري يا اختي شقه. أجر شقة من خيبة إيه؟ وأنا حلت اللضة بقول لك اتسرقت. يا بت يعني أنت مش مدكنة فلوس هنا ولا هنا؟ والنعمة الشريفة ما مدكنة حاجة. أنا مش فاهمة يا أختي. وأنت إزاي تحطي فلوسك كلها في حتة واحدة في بيت ما نعرفلوش أصل ولا فاصل؟ خلاص بقى ما تعرفيش تبكتي فيا بقى يا وزة، هو ده اللي حصل. أنا ممكن أسلفك. وأنت بتتنيلي على عينك يا مخبلة، أنت تسلفيني منين؟ بت يا وزة. أيوه. أيوه. طلعي حاجة زي بنت اللي تطلعها. شفتي بقى 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 جبتي منين يا بنت يا موكوسة الفلوس دي كلها؟ شبكتي. شبكتك؟ لو انت دلعتي شبكتي. شبكتي امتى يا بنت؟ هو انت الوحيدة يعني اللي بيجيلك ذهب؟ انا كمان كريم بيجيب لي ده بيحبني. مش قادرة اصدق حتى البنت دي طلع لها اسنان. خدي يا اختي خدي من عشر الام، يعني هتكون جابته منين؟ ها هتأجري شقه ولا لا؟ بقول لكم ايه يا بنات، ايه رايكم يعني لو احنا الثلاثه خدنا شقه وقعدنا فيها مع بعض؟ اهو انت يعني عماله تشتكي من امك وتقولي مطلعه عينك، وانت ابصر معرفش خالتك ايه عامله فيكي ايه؟ ايه ناخد شقه كده نقعد فيها لحد يقول لنا رايحين فين ولا جايين منين، لا بينا ولا علينا. ايوه. طب تصدقي انت بنت نوره مخها نضيف. ايوه احنا فعلا نأجر شقة احنا التلاتة، وكده لو اتقسم علينا الإيجار يبقى كل واحد فينا هيدفع مبلغ قليل خلاص، خصوصا بقى لو جبنا شقة في حتة رخيصة. لا أنا عايزة أقعد في المهندسين. مهندسين إيه يا أختي؟ ناخد في شارع السودان آخر أحمد عرابي، هو برضو كأنه في المهندسين. لا في المهندسين ذات نفسها. أنتوا عندكم حد يعني يجيب لكم شقة؟ وحد ليه؟ ده انا يا بت دايره ولفه في المهندسين دي حته حته على كعوب رجلي، كلها ساعه وتكون جوه الشقه. يلا قوموا بيه. طب ناكل الهمبرجر. ماشي ناخده معانا. هيبقى عندنا شقه؟ ايوه. لا لا ناكل الهمبرجر بقى، نفسي اتفتحت.